وللحديث عن مستجدات الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة غازي عنتاب الكاتب والخبير السياسي حسن النيفي. سيد حسن، مرحبا بكم. نبدأ من المستجدات الميدانية. يعني أنقرة أبلغت واشنطن انزعاجها من إنشاء الأخيرة نقاط مراقبة شمال سوريا في المناطق الواقعة في شرقي نهر الفرات، لكن هنا ما خيارات أنقرة للرد على هذه الخطوة الأمريكية؟ تحية لكم ولسادة المشاهدين. فيما يخص نقاط المراقبة التي أعلنت عن إنشائها الولايات المتحدة الأمريكية والتي أثارت حفيظة الجانب التركي، هي عملية كانت ربما متوقعة منذ أن بدأ واضحا أن الأمريكان يماطلون في تطبيق خارطة الطريق التي وقعت بتاريخ 4 حزيران الماضي. ويبدو أن الصبر التركي قد نفد، ونحن لاحظنا منذ بداية الشهر الحالي قامت القوات التركية باستهداف قوات الحماية التي تتمركز شرق الفرات، وكانت هذه العملية رسالة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية بأن تركيا مصرة على طرد قوات الحماية من مدينة منبج ومن شرق الفرات، ولكن يبدو أن الأمريكان استمروا في تجاهلهم لهذه المسألة. لكن يبدو أن أيضا الجانب الأمريكي وصل إلى قناعة تامة بأن تركيا مصرة وحازمة على شن ضربات متتالية تستهدف قوات الحماية، فيبدو أنها بالتالي اضطرت إلى قيام نقاط مراقبة. طبعا يعني هو من المستبعد في الوقت الراهن أن تحدث مصادمة مفتوحة أو حرب مفتوحة بين الولايات المتحدة وبين تركيا، ولكن أعتقد حتى لو امتنع الأمريكان من سحب قوات الحماية إلى شرق الفرات أو إخلاء مدينة منبج منهم، فأعتقد أن الجانب التركي لن يسكت، وخاصة أنه ينسق مع فصائل سيد حسن في هذه النقطة تحديدا. واشنطن تسير بسياسة توازن بين النقيضين تركيا والميليشيات الكردية، تعتقد هل تنجح في ذلك؟ لا أعتقد ذلك، ولو أنها تنجح لا امتنعت يعني أو لا استطاعت أن تمنع الضربات أو استهداف القوات التركية لقوات الحماية. هذا الإجراء ربما يبدو يعني مؤقتا. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس سياسة المماطلة، في المقابل الجانب التركي نفذ صبره. ربما لا تكون هناك حرب مفتوحة، ولكن سيكون استهداف، لن تكف تركيا عن استهداف قوات الحماية، لأن نقاط المراقبة هذه لا تغطي كل الحدود القائمة. يعني نقاط الحماية هي في منطقة عمودة والدرباسية يمكن وتل أبيض، أما الجبهة المفتوحة بين قوات الحماية والحدود التركية هي جبهة طويلة جدا، فضلا عن أن فصائل درع الفرات أيضا هذه يمكن أن تقوم بهجمات على قوات الحماية. طيب سيد حسن، لو انتقلنا إلى الشق السياسي، الخارجية في أستانا تعلن مشاركة المعارضة السورية المسلحة كما وارد في الخبر في هذه المباحثات. بداية، من هي هذه الفصائل المعنية؟ هل تعتقد أنها تملك أوراق ضغط يمكن أن تطرحها، خاصة إذا ما علمنا وعلمتم أن انحسار النفوذ العسكري لهذه الفصائل لصالح قوات النظام والميليشيات التي تساندها؟ هو بالأصل يعني الفصائل التي شاركت في مسار أستانا بمجملها يعني كانت عبارة عن عملية احتواء روسية لهذه الفصائل. طيب. وقامت روسيا بتجريدها من نقاط القوة وأيضا من سلاحها، وهي الآن تؤدي دورا وظيفيا، لا تملك أي أوراق قوة، وكذلك لا تملك أو لا تحمل أي قضية وطنية. يعني هذه الفصائل كان يمارس عليها ضغوط. إذن سيد حسن، إذن ما الغاية للذهاب إلى المؤتمر أصلا إذا كانت تنفذ أو يعني تنفذ دورا يعني تطبيقيا وليس يعني فكريا اختراعيا مثلا؟ نعم هي نعم. تذهب ما الغاية في ذلك؟ نعم تذهب إلى أستانا بفعل ضغوط الدول الراعية لأستانا ليكتمل النصاب، ولكنها هي في الأصل لا تحمل قضية وطنية تطالب فيها، خاصة إذا ما علمنا أن أشهر قضيتين أو أهم قضيتين مطروقتين في أستانا كانت اللجنة الدستورية وقضية المعتقلين،
وقد تهاونت هذه الفصائل، ليس هذه الفصائل حتى نكون منصفين، بل الشخصيات السياسية التي شاركت أيضا في أستانا، وفد أستانا أو الوفود التي تعاقبت على أستانا، كلها تهاونت كثيرا في أهم القضايا الجوهرية السورية، وخاصة قضية المعتقلين أو قضية استلال الأربعة، وهي الآن هي تذهب بفعل الضغوطات التي تمارس عليها، هي تذهب بلا أوراق بلا قضية أصلا تؤرقها. من مدينة غازي عنتاب الكاتب والخبير السياسي حسن النيفي، شكرا جزيلا لكم.